السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال، وصباح الخير للناس اللي الدنيا عندها صبح، ومساء الخير للناس اللي الدنيا عندها ليل. النهاردة بنكمل مشوار الإجابة أو الرد على أسئلة المتابعين على الموقع بتاعي arafili.com www.arafili.com. الاسم مكتوب عندكم على الشاشة. نبتدي بالأسئلة اللي جت خلال هذا اليوم أو الأمس. نبتدي بناخدهم كده حسب الوقت اللي جه. الأول أول واحد كان عن طريق واحد اسمه قاسم، بيقول يعني الحمد لله وحماكم الله وشوية دعوات كده، وأعلم أني أكثرت من أسئلتي. أنا إذا دكتور مثل هذه المواقف لا يجب أن تقلقنا، يعني يقصد المواقف اللي هي الإيه، الحياة اليومية. هو كان بيسأل يعني إيده جات على حاجة شاكك إنها يكون كان عليها دم جاف، مسك أداة معينة يفتكر إنه سلم على واحد وخاف إن الواحد ده يكون عنده إيدز. الحاجات دي كلها الممارسات اليومية، واللي الوسواس بيهيأ لنا أشياء إن إحنا ممكن نصاب نتيجة هذه الممارسات بأمور خطيرة. فبيقول ديت يعني تصرفات أو عاداتنا اليومية كتير جدا، وإذا الواحد مش على الوسواس يبقى حالته هتبقى حال. فالسؤال بتاعه بيقول إذا يمكنني إقامة الزفاف، الراجل هيتجوز دون مشاكل أو قلق من ناحية هذه المشاكل، من ناحية هذه الممارسات اليومية، يعني اتجوز يا عم وربنا يكرمك ويتمم لك الزيجة على كل خير إن شاء الله. وزي ما قلت قبل كده يعني الوسوسه دي شيء خطير جدا. احنا لو انا مثلا انا او غيري من اللي بيشتغلوا في المجال الطبي لو عندهم وسواس اكيد هيجي لهم يعني سكته قلبيه من كتر ما بنتعرض لمثل هذه المواقف. يعني احنا الواحد بيبقى شغال في مستشفى الصدر، الناس عندها سل والمريض يعطس ويكح احيانا في وش الواحد من غير ما الواحد ياخد باله، وياما برضه حقن تشكنا وياما دم يجي على ايدينا. ولكن لان الواحد يعني الطبيب لانه راجل فاهم ومتعلم فما بي ما بيقلقش، ولو الكلام اللي انت بتتكلم عليه الممارسات اليوميه ديت ممكن تصيب الانسان، كان كل الاطباء وكل الممرضات وكل الناس اللي شغاله في المجال الطبي اكيد بقت عندها الفيروسات الخطيره زي الايدز وغيرها، يعني والكبد الوبائي بيه وما الى ذلك. لكن الواحد ما بيحطش في مخه هذه الحاجات لانها مش طريقه بتاعه العدوى. العدوى بصراحه بتاعه الامراض الجنسيه الانتقاليه بنعيد ونزيد هي عن طريق الممارسات الجنسيه الخاطئه. يعني ده انتهينا، عشان تقضي على المشكله ما تعملش ممارسات جنسيه خارج نطاق الاسره، ده الحل الوحيد يعني او المضمون 100 100. عبده بيقول ايه، في واحد اسمه عبده اهو بيقول هل نتيجة تحليل الأجسام المضادة للإيدز السلبية اللي اتعملت بعد 90 يوم ممكن تتغير بعد كده وتتحول إلى إيجابي؟ الإجابة قلنا لا، اللي بيبقى عنده الأجسام المضادة إيجابي يعني إنسان مصاب بالإيدز ويبقى عنده العفو، الإنسان مصاب بالإيدز بيحصل عنده إن الأجسام المضادة تطلع إيجابي بعد 90 يوم وبعد سنة وبعد سنتين وبعد 10. وقلنا الدليل على كده إيه، إن الناس المتعايشة مع الإيدز اللي عندها إيدز بقى لها 10 سنين و15 سنة و20 سنة، يعني مشكلتهم إنهم يروحوا يعملوا الأجسام المضادة يطلع إيجابي، ولما بيعملوا الحمل الفيروس يطلع undetected لانهم خدوا العلاج وماشيين على نظام صحيح. لكن كل ما يعملوا التحليل يطلع ايجابي، وده طبعا عمل لهم مشكله لان هم يعني يا ريت كان يطلع سلبي عندهم عشان يبقوا مرتاحين اجتماعيا. يعني السؤال اللي بعد كده جاي من اخونا واحد اسمه محسن هلال، سؤال طويل وقريته طبعا، بس انتوا تبقوا تقروه بقى. وقلنا قبل كده ان اللي يسأل سؤال ويطول اهلا بيه وسهلا، لان احنا قلنا ان الكتابه والكلام والكتابه من الوان الفضفاضه. يعني انت مثلا لما تكون مكتئب او قلقان وتروح او حتى المشكله اللي انت بتعاني منها لو قعدت تكتبها
او تتكلمها مع صديق، يعني ممكن مع صديق وتتكلم، مفيش صديق حواليك، هتكلم نفسك. هتقعد تكتبها، اكتب المشكلة اللي حصل كذا كذا وانت اتصرفت كذا كذا. هتبص بعد ما خلصت الكتابة ممكن ايه اعصابك هديت وارتحت. نفس الشيء بالنسبة للوسواس والقلق. فاللي يحب يبعت لي سؤال وعايز يكتب يكتب، مش مشكلة، انا بقرا السؤال من اوله لاخره. يعني هو بيتكلم اخونا عن الحالات النادره، ماشي. فاحنا في حياتنا اليوميه، ما في حياتنا ده، دي حياه. الطب هو جزء من الحياه، الطب هو جزء من الحياه. وزي ما قلت لك، لو انت ماشي في الشارع بتتحرى الحرص، فبتعمل ايه؟ انت ماشي في الشارع بتتحرى الحرص، الحرص عشان ما تحصلش حادثه، فبتعمل ايه؟ تعمل الحاجات المشهوره. ايه هو المشهور؟ انك تمشي على الرصيف، صح؟ طيب لو واحد بقى موسوس، ها، الحالات النادرة ايه هي؟ ان طيارة ان سيارة تنحرف وتطلع الرصيف وتدهس الواحد. لو واحد موسوس بقى وحط في اعتباره هذا المثال، يا ترى هيعمل ايه بقى؟ يمشي على زي الفيران على الجدران. فيعني فاحنا بنمشي على الامور المشهورة. ماشي يا استاذ محسن. المهم احمد عبد القادر برضو دوت راجل طيب من الناس اللي بتسأل بكثرة، بيقول نرجو الرد في فيديو دكتور هلال لأن الوسواس قتلني. ماشي، أنا زر اللي بيسألوني فقط اللي عندهم وسواس. عمل جراحة، الراجل أجرى جراحة زايدة، بعد شهر من إجراء الجراحة قريت عن الإيدز بالصدفة، خفت إن الأدوات ملوثة. طب أنت عامل جراحة ديت مش عند دكتور ولا عاملها عند حلاق؟ اكيد عاملها عند دكتور، والدكتور ده يعني عنده عيادة او مستشفى، ولا عملها لك على الرصيف ولا تحت السلم ولا في الخرابة اللي جنب العمارة. يا اخوانا ما احنا لازم يبقى في نوع من الثقة. لا، انا لما اروح اشتري طبق فول وباكله بعمل ايه؟ بروح مثلا عندنا في مصر بنشتري الفول من المطعم. طيب يا ترى بقى لو ايد البياع دي ملوثة بالسل او هو عنده سل، يا ترى يعني مش ممكن ابقى انا موسوس لهذا الحد. مش بنشتري طبق الفول ونروح هابدينه، واحيانا نروح نشتري سندوتش ونروح هابدينه، نخش مطعم بناكل اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على ان الناس اللي بتخدمنا نظيفة وما فيش مشكلة ان شاء الله. فتروح تعمل عملية جراحية تشك ان العملية الادوات تكون ملوثه، ازاي يعني؟ مش هتعرف تعيش بهذا الشكل. يعني الانسان اللي بهذا الشكل مشكلته مش الامراض، مشكلته الوسواس. فهو لو عايز السكه الصح ما يسالش. السكه الصح ان انت لا تسال عن الايدز ولا الكبد الوبائي ولا الحاجات دي كلها. السكه الصح انك تروح تعالج الوسواس. رجب بيسال بيقول ده بيسأل تحت موضوع اسمه تقرير تحليل سائل المنوي كيف تفهم. تحليل ده موضوع كان عن السائل المنوي الطبيعي وازاي تفهمه. فبيقول الصورة اللي انت حطيتها دي تحليل شبهه كده او زي ده التحليل بتاعي تقريبا. انا حطيت صورة والصورة المعلومات اللي فيها قريبة من التحليل بتاعه، فبيقول لي هو ده فيه حاجة؟ الإجابة لا. التحليل اللي انا جايبه هنا في الموضوع ده عن تحليل سائل منوي سليم، وبالتالي الكلام اللي فيه كله عن شخص سليم. ده آخر سؤال من مهندس. دكتور هلال، حضرتك في آخر فيديو بتقول فترة نافذة الكومبو 30 يوم وساعات تقول 28 يوم، ايه هو الصح، 28 يوم ولا 30 يوم؟ معلش، هو حضرتك الأستاذ مهندس مش مركز. احنا بنقول انه 28 يوم، وبقول تسهيلا عشان تحفظ قول 30 يوم، ماشي؟ يعني قلت كذا مرة، قلت ايه الار ان ايه 10 ايام، 10 30 90، مسألة حفظ. 10 الار ان ايه اضربها في 3 بقت 30، الايه الكومبو اضربها في 3 بقت 90 عشان سهل عليك، بتاعت الاجسام المضادة. يبقى الار ان ايه فترة النافذة 10 ايام، الكومبو فترة النافذة 30 يوم، الأجسام المضادة فترة النافذة 90 يوم. فأنا قلت بقول 30 يعني تجاوزا، عشان لكن هو العلمي 4 أسابيع 28 يوم. ماشي يا حبيبي، وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.